بسم الله، معانا تمارين خاصة بالداتا ستراكشر. السؤال الأولاني هنا بيديني الفانكشن 4 باور n زائد n باور 4. طيب هنا بيعتمد إن هو عايز البيج أو نوتيشن. البيج أو نوتيشن هي بتعتمد على الورست كيس للتايم الخاص بالبرنامج معين، فيعتبر تايم تقديري للبرنامج، وبالتالي بناخد الورست كيس ليه بناء على الجروس ريد اللي بيكون عندي اصلا معروف. الجروس ريد هو عبارة عن ترتيب العمليات، بحيث ان في عمليات زي بتاخد كونستانت، دي بتاخد او اوف 1، واللوجيك بياخد او اوف لوج ان والان. طبعا ده ترتيبهم من الاقل للاعلى، فبالتالي انا لو عندي الفاكتوريال اعلى حاجة، و2 باور اون الاكسبانشن، الكيوبيك والكوادراتيك، وبعد كده الان لوج ان. طبعا لو كل ما بتخش اللوج بيبقى عباره عن ان انت بتاخد اللوج لحالها وان الحاله، بعد كده تضرب الاثنين في بعض، اعلى من الان واعلى من اللوج ان. وبدا ترتيبهم تصاعدي من الصغير للكبير، وبالتالي احنا هنبدا نقيم على هذا الترتيب الجروس ريت نفسه. فلما نيجي هنا، انا عندي هنا 2، الفور هي 2 باور 2، ف 2 باور 2، وطبعا لما يكون في كونستانت يعني 2n، فدي هتعتبر بالنسبه لي يعني 2n هنعتبرها هي n. فلما نيجي نقول بيج او، لو خدنا بيج او ديت فهتبقى 2 باور 2n، فهي لو البيج او هتبقى 2 باور n، وعندي ال n باور 4. اوكي، فيبقى الاعلى في الجروس ريد لما يجي هنا نشوف، نلاقي الاعلى هو عباره عن لما تكون ال 2 باور n اعلى من ال n تكون باور حاجه. طب n باور 2 وn باور 3 n باور 4 مهما كانت، هي في الاخر n 2 هتبقى قبل ال n، قبل ال 2 باور n، فبالتالي هناخد ال 2 باور n هي عندي الاجابه السليمه هنا. بنيجي هنا في السؤال الثاني، بيطلب سؤال ان هو مش عايز يجيب الجروس ريت، هو بيقول لي مين فيهم اللي تديني 2 باور ان. طيب احنا لما عرفنا الترتيب، فانا عندي هنا 2 باور ان موجوده، بس الفاكتوريال ان زي ما احنا شايفين في الترتيب، الفاكتوريال ان هو اعلى حاجه، يعني المضروب لو 4 فاكتوريال فتبقى 4 في 3 في 2 في 1 وهكذا، اي قيمه فاكتوريال. فبالتالي هي لما تكون n فهتفضل n في n ناقص 1 في n ناقص 2 وهكذا لحد ما توصل ل 1. الفاكتوريال ده معناه ان في عدد بيبقى بيديني كروسيد اعلى رتبه، فبالتالي هنا دي هتطلع فاكتوريال n، وطالما هو موجود برده هنا فهنا فاكتوريال n فهو اعلى حاجه. فالوحيده اللي هنا دي طبعا لما نيجي نعملها هتبقى انت بتاجنور الكونستانت اللي عندي والباور، فتبقى في الاخر 3n زائد 4، لما تعملها بيج او هتبقى 2 باور n، هي دي النوتيشن الخاصه بيها. يبقى اذا هي بي هي الاجابه السليمه. معانا سؤال تاني بيجيب لي المرة دي سيجمنت اوف كود، وبيبدأ يقول لي اديني البيج او النوتيشن الخاصة بيه. طبعا عشان نفكك الحكاية دي، طبعا انا هنا لما بتدي كونستانت دي بتبقى او اوف 1، بتطلع قيم او اوف 1 الكونستانت دي. هنا انا عندي احللها، انا عندي دو وايل كبيرة، دو وايل وهوايل داخلية، فده طبعا البلوك اوف كود لازم اقسم البلوك كده، لان انا عندي الهوايل، لان ان بتيجي عن طريق ان بيبقى فيه فور لوب او هوايل لوب او ريكيرجن، المهم ان يكون فيه لوب. اللوب يعني عملية تكرار للعملية، فبيحصل ان عندي او لوج ان. طيب لو فرضنا ان انا عندي الجزئية دي، اول حاجة عشان نبقى فاهمين تحليلها، تحليل العملية العداد، يعني اذا الشرط اللي موجود هنا لعملية العد او تكرار العمليه هو الفاليو. الفاليو هنا واخده قيمه ان، فبالتالي تكراره هيبقى تكرار ان تايم، عدد مرات ان. لو ان دي بتزيد بشكل تلقائي، يعني انا مثلا ببدا من 1 وابدا ازيد، او ببدا من 10 وببدا اقل، لو بمشي بشكل سيكونس يعني 9 8 7 او 1 2 3 وهكذا كده، بيبقى ده اللوب ده بياخد ان تايم. اوكي، اما لو كان اللوب مثلا واخد 10 بعد كده بقى 5 بعد كده بقى 2، يعني اذا بيقل بشكل متناقص او بيعمل لي بشكل انه ما بيعديش على كل الارقام، فبالتالي بيبقى الحكايه هنا بنسميها بتاخد للوج ان. يبقى امتى اللوج ان بتحصل؟ اللوج ان هتحصل لما يكون في عدم مرور على جميع الارقام بشكل سيكونس، وبالتالي هبدا اخد العمليه اللوج ان. طيب لو بصينا في الهوايل الداخلي دوت، هتبقى عباره عن
ان ده هيشتغل بشكل الفاليو بتتقسم على الاثنين، تمام؟ فبالتالي كل قيمه فاليو هو بيعتمد عليها في الشارت، فلو مثلا الفاليو 10 فال 20 فالفاليو اللي بعدها هياخدها، لو ان مثلا هنا ب 20 هيخش على اساس طول ما هي اكبر من 1، اوكي يبقى الشارت ترو، هتبقى هنا هياخد القيمه ويقسمها ويحطها هنا فهتبقى ب 10، يبقى اصبحت 10، هيلف تاني الشارت. طبعا هو بيكاونت اللي عندي، بيعمل بلس بلس بيزوده، ولكن ليس هو المتحكم في اللوب اللي بعد كده هتبقى وهكذا. اذا هو بيمشي، يبقى اقدر ادي الران تايم بتاع ده لوج ان، يبقى انا عندي هنا الران تايم اللوب الداخلي ده هنخليه لوج ان. بعد كده هندرس اللوب الخارجي، فهنلاحظ ان اللوب الخارجي اللي هو الوايل مرتبط باي لما تكون اي، لانه هنا بيحط كل لما يخلص اللوب ده يخش يزود اي، وبالتالي هيبدا اي بلس بلس بتزيد معاك، فيبقى هنا المتحكم في اللوب ده الاي والان. الان طبعا تكرارها هيؤدي الى لما تبقى طول ما اي اقل من ان العمليه تمشي اوكي ترو وتخش وتلف، وبالتالي العمليه تبقى ضرب اللوب الداخلي في اللوب الخارجي، وهتبقى اللوج البيج او لان لوج ان، يعني طبعا نان اباف لان مفيش حد هنا او متساوي. معانا سؤال تاني برضو بيقول لي مين الفانكشن هنا اللي هتبقى ان 2 باور ان. فهنا لما نيجي نشوفهم هنبص، طبعا لو قلنا بناء على الجروث ريت انا عندي هنا الفاكتوريال اللي هي اكبر حاجه، فدي هتطلع فاكتوريال ان، وهنا اقل اكبر حاجه هي ان لوج ان، طبعا ان لوج ان، وبعد كده ان معانا سؤال تاني هنا هو برضو عايز اللي فيها اللي تديني 2 باور ان. فطبعا لو مسكنا فانكشن فانكشن هنلاحظ ان هنا انا عندي دي 2 باور ان و 2 باور ان، فهنا دي اعلى حاجه في اللوج ان، طبعا ان لوج ان، وهنا ان باور 4، فهنا ان كل دوت، يبقى اعلى حاجه هتديني ال 2 باور ان، لان دي ان اجنور الكونستنت، هنا ان اجنور الكونستنت، فيبقى او 2 باور ان. اما نيجي هنا فانا عندي 2 باور ان، بس عندي الفاكتوريال موجود، فالفاكتوريال ده معناه المضروب اعلى قيمه، فهنا او ان فاكتوريال، اما هنا ان لوج ان واعلى حاجه الكيوب، فبالتالي هنا كيوب، يبقى اللي بتديني 2 باور ان هي ايه عندي. لما نيجي هنا سؤال تاني بيقول لي مين فيهم السلولست الابطا. الابطا هنا يبقى انا لازم احلل كل فانكشن واجيب البيج او بتاعتها واشوف في الاخر مقارنه ما بينهم مين الابطل في الجروث ريت. فلما نيجي هنا انا عندي 2 باور 6 وعندي 2 باور ان وعندي ان لوج ان، فلما نيجي هنا في الجروث ريت هنلاحظ ان انا عندي 2 باور ان هي اعلى من الان لوج ان، يعني دي اعلى من الان لوج ان واعلى من اي ان باور اي قيمه، يعني ان باور اي حاجه فهي ان 2 باور ان اعلى منهم، فبالتالي يبقى هنا ال 2 باور ان هي اعلاهم، فهنا هيبقى البيج او او اوف 2 باور ان. اوكي لما نيجي في اللي بعدها انا عندي هنا طبعا هنا لما تكون تربيع يعني ضرب لوج في لوج، ففي الاخر هي لوج يعني، وهنا عندي 2 باور ان وهنا لوج 3، طبعا هنا وجود الفاكتوريال هيبقى اعلى ريت عندي، لان احنا عندنا في الجروث ريت الفاكتوريال اعلى ريت، فيبقى 2 مضروب ان اللي هو عندي الفاكتوريال ان هو اعلى عندي، اعلى ريت بيبقى موجود في الجروث ريت، وبالتالي لما نيجي نقول هنا هنا انا عندي كده المضروب والان. طبعا مين الابطا؟ يعني انا عندي المضروب ده اللي يمثل الجي اوف ان، وده يمثل الاو اوف الاف اوف ان، فطبعا انا عندي ده اعلى الجي اوف ان، فبالتالي يبقى الابطا هي اف اوف ان اللي هي اول واحده. اوكي معانا سؤال تاني برضو بيطلب السلولست ابطا واحده، فهنعمل هنحلل كل فانكشن ونشوف مين الاقل فيهم وناخدها. فلو هنا حللنا دي سكوير ودي ان ودي هاف، فدي اقل، فطبعا بنبدا هنا لحد دلوقتي دي الاعلى، لا دي ابطاهم. بعد كده لما نيجي هنا دي عمليه ضرب، فنبدا نضرب، فنضرب هنا وهنا وهنا، فهيديني ان باور 4 زائد 3 ان سكوير زائد 2 ان سكوير، هنا كيوب وهنا سكوير. طب يبقى هنا الاعلاهم اللي هي ان باور 4، يبقى 2 ان باور 4 هي دي اعلى قيمه عندي. لما نيجي بعد كده هنا هنلاحظ ان ان لوج ان وان وبعد كده ان كيوب، او فهنا لما تيجي تعملها فتلاحظ ان هنا دي او اوف ان كيوب هي اعلى
قيمه هنا. فلما نيجي في الجروث ريت طبعا ان باور 4 هتبقى اعلى من ان كيوب، وبالتالي ابدا اشتري ان هي اعلى معاها في الريت. كل ما الباور عالي طالما تساوي في الان خلاص، فيبقى هنا دي عباره عن جي اوف ان ودي الاف اوف ان، فبالتالي الاف اوف ان اعلى، اذا السلولست بتاعتهم هي جي اوف ان. معانا سؤال تاني برضو هنبدأ نشوف، هو هنا بيقول لي مين اللي فيهم تديني log n. طب log n يبقى نحلل كل function. الفانكشن الأولى هنا فيها log n بس فيها n، و n أعلى، n أعلى طبعا log n square دي أقل من log n، وبالتالي هنا أعلى حاجة ال O of n. اللي بعدها أنا عندي n log n وهنا power 4 فدي أبطأ، فيبقى هنا O of n log n. اللي بعد كده انا عندي هنا باور 5 وهنا عندي ان لوج ان، فهنا هنا هتضرب القيم هنا في بعضها، فهتبقى هنا يعني ده هتطلع لوج ان زائد كونستانت، فبالتالي الكونستانت ده برضه هيبقى او اوف 1، فبالتالي هي تطلع او اوف ان، يبقى هنا دي هتطلع او اوف ان لوج ان. خلاص ده كده الجزئية دي. اما الجزئية دي فانت هنا هتطلع برضو لوج ان لو تجاهلنا القيمه نفسها، بس هنا هتبقى لوج ان باور 5، فانت مقارنه لوج ان باور 5 مع لوج ان، يبقى لوج ان باور 5 اعلى منها، فبالتالي في الاخر دي هتبقى او اوف لوج ان باور 5، يبقى اذا دي اعلى عندي قيمه موجوده هنا. طبعا احنا لما في السطر اللي فاتت انا عندي هنا لوج ان باور 4 مع مقارنه ان لوج ان، ان لوج ان اعلى، لان بنقارنها امتى؟ لو ان لو لوج ان باور اي حاجه مع لوج ان، طبعا دي تختلف عن لوج ان باور 5. يعني لو انا عملت لوج ان باور 5 كده دي بتطلع لوج ان، ليه؟ لان احنا هنخرج ال 5 هنا فهتيجي الناحيه دي فهتبقى لوج ان، لان هنجنور للرقم ده وبالتالي هتبقى لوج ان. لكن لما اقول لوج ان الكل اس 5 يبقى هنا دي القيمه دي هتتقارن مع لوج ان، يبقى هي كقيمه اعلى منها، يعني هنا بي باور 5، فبالتالي السطر ده كده الفانكشن دي هتطلع لوج ان باور 5. اذا انا ما عنديش حاجه من هنا بتديني لوج ان، يعني ما عنديش اي حاجه هنا بتدي لوج ان، كله دي ان، دي ان لوج ان، دي لوج ان باور 5، فبالتالي ما فيش ولا واحده من هنا، فهنقول نان اوف اول. معانا برضو واحده تانيه هنا، هنا هو عايز اللوج ان الكل باور 3. طيب انا لما نيجي نشوف اول فانكشن هنا ان لوج 5، لوج 5 هنا هتطلع كونستانت فهنشيلها فتعتبر ان، يبقى دي ان. هنا انا لما اعمل دي فتبقى هنا لوج ان باور 3 تمام، وهنا هتديني طبعا دول كونستانت، فهنا اعلى قيمه هتبقى مين؟ اعلى قيمه هتبقى ان، لان انا طبعا اي لوج اي مهما باور فالان اعلى منه، فيبقى دي او ان. اما هنا انا عندي لوج ان باور 3 وهنا 1 وهنا 1 وهنا باور 2، فهنا اعلى حاجه هتبقى او اوف لوج ان باور 3، فبالتالي دي افضل قيمه عندي هنا. هنا ان لوج ان، ان لوج ان، ان سكوير، لان لما نضرب ونوزع فهتبقى ان سكوير، وطبعا القيمه اللي هتطلع هنا وهتضرب هنا ففي الاخر دي هتطلع لك او ان سكوير، فيبقى التالي السكوير هي اعلى واحده هنا. يبقى اذا الوحيده اللي بتديني القيمه دي اللي هي ايه؟ اللي هي فانكشن بي. معانا سؤال تاني، السؤال ده على اللينكد ليست، فهنا بيتكلم على اللينكد ليست سواء سنجل او سيركلر. المهم هو هنا بيبدا يعمل عمليه طالب، هل الكود اللي هو مدهوني بيعمل ريموف لبيانات عندك موجوده؟ هنا طبعا بيبدا نشوف الكود هل هو بيعمل ريموف ولا لا. فبيبدا اول حاجه يعمل انشاء نقطه جديده، وطبعا هي اسمها انسورتد ليست. فطبعا عمليه الانسرت هو بينشئ نقطه ويحط فيها الفاليو اللي اداها له، وبعد كده بيتاكد هل الهيد نال يعني الليست دي فاضيه، لو فاضيه هيحط فيها النقطه الجديده، ولو مش فاضيه هيبدا ينشئ نود جديده اسمها كارنت وتم، ويبدا يعمل لوب وايل لوب داخلي بحيث انه يدور على النقطه، لان احنا عندنا بيبقى فيها النود نفسها مكونه من داتا ومكونه من النكست. الداتا بنحط فيها الفاليو والنكست بتشاور على نود زيها ويفضل وهكذا لحد يعمل. لما يكون سيركلر معناه ان النقطه الاخيره بتشاور على النقطه الاولى تاني، فدي بتنشئ السيركلر بينشا معايا. المهم هو بيفضل يدور عليها، فهو انشا النيو نود، بيبدا النيو دي لحد ما بيوصل للنقطه الفاليو اللي هو عايزها.
مثلا هو لقى الفاليو هنا فعايز يحطها قبل الفاليو دي، فيوقف النقطة هنا ويبدأ يشاور، خلي ده النيكست وده تشاور على دي، فيبقى هنا حط النقطة هنا. أنا شايف الكود ده كله كود إضافة، إضافة نقطة وليس كود حذف، فبالتالي النوت كوريكت. معانا سؤال تاني برضو هنا بيقول لي مين فيهم يديني ال n باور 4. فبنبدأ ناخد فانكشن فانكشن، احنا دي باور 4 دي n log n، لحد دلوقتي n باور 4 أعلى، هنا 1 هنا n كيوب هنا سكوير هنا 2 باور n، فإذا 2 باور n أعلى من كل ده وn، فيبقى هنا هيطلع 2 باور n الأعلى منهم. عندي بعد كده n سكوير كيوب، ولما نضرب دي في دي هتبقى 4، يبقى n باور 4. اوكي دي ممكن تحصل، هنا هتبقى n كيوب، هنا هنا في الفاكتوريال، فالفاكتوريال اعلى منهم كلهم، فيبقى او ان فاكتوريال. وطبعا احنا بنراجع على الجروث ريت معانا تاني اهو، المضروب هو اعلى قيمه من ال 2 باور n واعلى من القيم اللي عندي فوقيه كلها، وبالتالي يبقى ال 2 فاكتوريال هي ال n فاكتوريال دي اعلى قيمه. نيجي هنا ادي n سكوير، n هنا هاف، وهنا رقم 3 ديفايد 2. طبعا دي عباره عن كلها باورات فوق ال n، فبتاخد درجه درجات ترتيبها حسب قوه الباور نفسها. بعد كده انا عندي لوج سكوير وعندي n سكوير لحد لا هنا n بقى مضروبه في ده كله، فتبقى دي n باور 4، فتبقى n باور 4 زائد 3n كيوب زائد 2n سكوير، وبالتالي اعلى قيمه هنا هي ال n باور 4، فتبقى دي o اوف n باور 4، فيبقى هي دي الاجابه اللي اتحقق لي اللي هو طبعا. معانا سؤال تاني برضو هنا، معانا الجروس ريت هنا بيقول لي عايز السلولست، عايز الابطا منهم. فطبعا هنحلل كل واحده، هنجيب اف اوف ان، فهنا لوج ان، هنا ان، هنا ان لوج ان، وهنا لوج ان سكوير. طبعا لما يكون ان موجوده مضروبه في ان فدي اعلى حاجه، فدي هتديني الاو اوف ان لوج ان. لما نيجي للي بعدها هنلاقي هنا ان، طبعا ده كده كونستنت فتبقى او اوف ان، وهنا n كيوب، وهنا كل ده o of 1، فهي في اخر حاجه هتديني o of n. انا عندي هنا مقارنه بين n و n log n، فاذا انا عندي g هي الاقل، لان n اقل من n log n حسب الجروث ريت اللي عندي. طبعا log n اقل من n، لكن n log n n اقل منها، وبالتالي هناخد ال n log n هي دي الاعلى، فتبقى f of n اكبر من ال g of n، وبالتالي الابطا هي ايه؟ ال g of n. السؤال هنا بيجيب لي فانكشن ويقول لي هات لي البيج او نوتيشن بتاعها. فطبعا احنا هنا دي ان سكوير، ودي لما كونستنت اجنور ليه، فيبقى 2 اوف باور ان، ف 2 اوف باور ان، وانا عندي هنا ان سكوير. طب مين اعلى في الجروث ريت؟ طبعا احنا قلنا 2 اوف باور اعلى، 2 اوف باور ان اعلى من اي ان باور اي شيء، وبالتالي هي 2 اوف باور ان الحاجه الوحيده اللي اعلى منها اللي هو الفاكتوريال، وبالتالي انا هنا هبقى 2 اوف باور ايه، 2 اوف باور ان هو ده الحل تبعي. هنا معانا سؤال عباره عن كود سيجمنت، وعايزين برضو نحلله ونطلع البيج او الخاصه بيه. طبعا هنا اشكاليه النستد لوب اللي هو لوب جوه لوب. احنا عارفين ان الفور لوب والوايل لوب والريكيرجن هو احد اعمال اللوب والوايل كده. فهنا هو بيقول لي ان معاك كاونت بزيرو، ولما يجي فور لوب هو اعتمد ان هو دخلهم تحت بعض كسطور ان دي تبقى نستد. ولكن هنا اللي بيقيم الفور لوب عندنا في الجافا اللي هي الكيري براكتس ديت اللي موجوده. فبالتالي انا لو انا عندي كده، يعني انا عندي فور وجواها ادي الكونديشن بتاعها، وادي هنا عملت براكتس كده ودخلت جواها، فانا هعتمد ان الفور دي نستد او داخليا داخل فور ثانيه، وبالتالي دي فور ودي فور. اوكي، وبالتالي اضرب الران تايم اللي هنا، لو ان وهنا ان يبقى ان سكوير. اوكي ده الران تايم، لكن اعتماده على انه قفل الكود هنا بالسيمي كولم وقفلها في الاخر، فبالتالي هعتبر ده صدر لحاله وليس نستد، يعني مش هعمله نستد، فهعتبر كل سطر لحاله، وهنبدا نشتغل عليها بهذه الطريقه. فبالتالي عشان اعتمدها لازم يكون في سيجمنت موجوده بشكل سليم، لكن هنا السيجمنت دي اعتبر كل واحده سطر لحاله لانه قفلها خلاص، فبالتالي هعتمد على الجزئيه دي ان ده هتديني. طبعا اللوب لما بيمشي بلس بلس، لو بيمشي اي ايكوال اي ديفايد 2 هنا يبقى بيعمل لوج، لانه ما بيمشيش بالترتيب.
هنا طبعا سواء ان المهم تكون ان موجوده. وخلي بالي ان برضو فور ان، لو عندي فور لوب موجود وفي ان ايكوال 10، يعني هو ان هنا ب 10 او هنا شال دي وحط 10، فاذا اللوب ده ليه عدد محدد فيديني او اوف 1 برضو مش ان. امتى يبقى ان؟ لما يكون في ان مذكوره، لكن لو ما فيش ولا ان مذكوره عندي، يعني هنا لو حط لي 10 مكانها فاللوب ده بيمشي عدد محدد فبالتالي هيديني او اوف 1. اما عشان يبقى ان لازم يكون في ان موجوده عندي، ولازم يكون الانكريمنتال او الديكريمنتال سواء بيزيد او بيقل بيمشي ورا بعضه فيديني او اوف ان. لكن لو بيديفايدد او بيضرب في 2 او بيقسم على 2 فهنا العمليه تتحول للوج ان. هنا بادئ من ان وبيقل فبرضه ان، هنا يبقى او اوف ان، وهنا او اوف ان، وهنا برضو او اوف ان. فالكود لو حللناه كده كل سطر بيدي لي او اوف ان، او كل فور لوب بيدي فور ان، فهنا هيبقى اكني بقول ان زائد ان زائد ان، يعني انا بقول 3 ان. فلما اجي اعملها فبرضو هتديني او اوف ان، لان هنا بلس بلس كده، لان طالما كود مش داخل بعضه هنجمعهم، لكن لو داخل بعضه او نستد جوه بعضه فنبدا نضربهم، فهنا الحل هيبقى او اوف ايه، او اوف ان. هن برضو هنا طالب السؤال عندي في السؤال اللي بعد كده الابطا فيهم، فالابطا هنحاول نحلل كل فانكشن. فلما نيجي هنا دي ان دي باور دي ب1، لان هي كلها رقم يعني كونستانت، فبالتالي هنا ان كيوب، هنا ان باور 5 لوج ان باور 5، هنا ان لوج ان. يبقى لحد دلوقتي طالما ظهرت ان مضروبه في لوج ان اهي، وطبعا دي اعلى لحد الحين لان انت عندك ان وانت عندك ان هنا كيوب، فبالتالي ودي ابطا منه فيبقى او اوف ان كيوب. يبقى هي دي افضل حاجه عندي اللي هي ان باور 3، ان باور 3 دي اعلى واحده فيهم. نيجي بعد كده هنا انا عندي هنا 4 وهنا 3 ديفايد 2 وهنا دي دي هنجنور دينا فتبقى 2 باور ان وهنا 4، وطبعا احنا عندنا 2 باور ان هي اعلى حاجه، ان لوج ان ابطا منها، فبالتالي انا عندي هنا برضو اجنور لدول فيبقى ان اجنور للثلاثه وتبقى 2 باور ان كونستنت فيبقى 2 باور ان، فيبقى اعلى حاجه هنا ايه ال 2 اوف باور ان. يبقى انا عندي كده الجي اوف ان والاف اوف ان، مين الجي اوف ان اعلى، اذا الابطا هي اف اوف ان، يبقى اف اوف ان هي ابطا منها. نيجي بعد كده للسؤال اللي بعده، عندي هنا برضو عايز اقل واحده السلولست بتاعتهم، فلو جينا هنا هتديني لوج ان باور 4، هنا الفاكتوريال، الفاكتوريال طالما موجود خلاص يبقى هو ده اعلى قيمه عندي، لان 2 باور ان فهو هيبقى اعلى حاجه، يبقى الفاكتوريال ان اللي هو المضروب بتاعي. طيب عندي بعد كده اللي هي دي كونستانت دي ان لوج ان، هنا هتبقى ان لوج ان باور 4 يبقى اعلى حاجه، طبعا دي ما تقارنش طالما في ان مضروبه في لوج ان فيبقى او اوف ان لوج ان. طيب لما اجي اقارن ما بينهم انا عندي هنا اف اوف ان هتديني الفاكتوريال وجي اوف ان هتديني الان لوج ان، اذا الاف اوف ان اعلى، اذا الجي اوف ان هي اقل واحده او السلولست بتاعتهم. طبعا طالما ابطا يبقى هي افضل في التنفيذ نفسه لانها بتاخد زمن اقل.